حياكم الله مشاهدينا من جديد. قبل لا نروح المواقع التواصل الاجتماعي ونعرف شنو فيها، ابي اقول للشعب العماني في عيدهم الوطني كل سنه وانتم بالف الف خير، والله يديم عليكم نعمه الامن والامان. اخترنا لكم اليوم مشاهدينا من الانستغرام حساب الفوتوغرافي سامي الغمري، نتابع. حسابنا الانستغرامي اليوم هو للفوتوغرافي السعودي سامي الغمري الذي تمسك بفن التصوير المفاهيمي، حيث يعتبر من أقدم فنون التصوير في الستينات وعرف بفن الحرية. يذكر أن الغمري حصل على لقب أفضل مصور عربي في نادي دبي للصحافة عام 2010، لنتابع. قام معرض الشارقة الدولي للكتاب حفل توقيع ديوان عليك اللهفة للكاتبة أحلام مستغانمي وسط إقبال كبير على الحفل. مبارك للكاتبة أحلام لكتاباتها الشيقة والممتعة. رح نشوف التفاصيل أكثر حول توقيع الكتاب في هذا التقرير. نكتب كمن يصفر في العتمة ليبعد عنه الخوف، لكن ما عاد من شيء أسوأ مما نحن فيه يمكن أن يفاجئنا أو يخيفنا. تطفئ الأضواء، ما عادت العتمة ترعبنا. بهذه الكلمات افتتحت الكاتبة أحلام مستغان من ندوة توقيع ديوانها الشعري الأول عليك اللهفة، ولهفة جمهورها للحصول على نسخته أدت إلى توافد المئات الذين غصت القاعة بهم، وقد استمر توقيع الكتاب 6 ساعات. شعري كما قلت موجود في رواياتي وفي حياتي. أنا قلت في ظهر الكتاب أنه على مدى عمر خنت شعر، خنته دون أبتعد. في الواقع لسنا نحن من نخون الشعر، الشعر الذي يخوننا. من خلال كلمتها أفادت أحلام أن درسها الأصعب في الكتابة تعلمته من الكاتب العالمي سارتر، إذ تعلمت أن تستدل بخوفها على الحقيقة وأن تدافع عن الجملة التي تخافها. أما الدرس الثاني فوضعت قاعدته وحدي، إن كنت حرا فاخترع حدودك. ذلك أن الإبداع كما الحب يقوى بقيوده. جميل أن يضع الإنسان لنفسه قيود هو نفسه ويلتزم بها. أنا ذكرت واحد من القيود الاحترام، أن لا أكتب شيء أستحي منه أنا أمام القارئ. فبالتالي حاولت ما استطعت أن نحافظ على هذا، نحافظ على اللغة الجميلة، لأنني أعشق اللغة العربية وأعتقد أن لي رسالة على الأقل تجاه هذه اللغة، وأن العروبة تمر بمرحلة صعبة، وأنه أقل جهاد هو جهاد لغوي، هو الجهاد الحقيقي. إن شئنا أن ندافع عن العربية اللي هي مهددة كقومية، كلغة، كانتماء جميل يعني لنا جميعا. وبقصيدة يا وسيم التقى أنهت الكاتبة ندوتها في الشارقة. كازدحام المؤمن بالذكر في شهر الصيام، مزدحم قلبي بك. كيف لي أن أرفعها صلاتك، أن أسبح بيدك وأبتهل بصوتك، أن أكون في كل التراويح روحك. كيف قيامك وسجودك تدعو ألا أكون لغيرك.
فعلا كلمات جميلة لكاتبة جميلة ورائعة، وأكيد مشاهداتنا إذا تقرون تطلعون على رواياتها اللي شخصيا وايد أحبها راح تستفادون منها ومن تجربة النساء حول العالم وبالذات في العالم العربي. راح نروح فاصل أخير مشاهدينا لحلقة اليوم، وراح ترجعون تكملون فقرات سيدتي وآخر فقرة مع زميلتي خلود في جدة. تصبحون على خير، خلكم مع الفاصل. سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، متى يقرر الأطباء إجراء العملية القيصرية وكيف تطمئن الحامل أن القرار سليم؟